تقدس يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. احنا كنا بنعمة ربنا الفترات اللي فاتت اتكلمنا عن الترتيب الليتورجي لليوم، يعني لصلوات الكنيسة ازاي بنبتدي من اول تسبيحة عشية ومرورا بالعشية، وبعد كده صلاة نص الليل وتسبيحة نص الليل، وبعد كده بنبتدي تسبيحة باكر الصبح ورفع كور باكر، وبعد كده دخلنا على القداس وخدناه بقى على 3 أقسام، بس طبعا كان على حوالي 8 حلقات. اتكلمنا عن قداس الحمل وقداس الكلمة وقداس المؤمنين بكل تفاصيله، وبعد ما خلصنا القداس خدنا مرة عن المتغيرات اللي بتطرأ على القداس في يوم حد الشعانين وخميس العهد وسبت الفرح، ايه الحاجات اللي بتتغير في طقس القداس في ال3 ايام دول، لان دول ال3 ايام دول ليهم وضع فريد على مستوى طقس الكنيسه. كل سنه وحضراتكم طيبين. احنا داخلين على شهر كيه، واحنا حاليا في صوم الميلاد، فناخد فكره كده عن طقس شهر كيه. طقس شهر كيه يعني الحقيقه يعني مليان حاجات كتيره جدا، وكلام عنه ما يخلصش، في مره يحتاج لاكتر من مره. فأنا قلت النهاردة يعني بنعمة ربنا، ربنا يدينا نعمة نتكلم حتى عن قراءات أحد شهر كيحك، ولو ربنا سمح لنا ودانا نعمة في مرة تانية قبل العيد ممكن نبقى ناخد يعني مرة كمان عن ألحان وعن تسبيحة كيحك وعن ما يدور في القداسات في شهر كيحك. الطقس بيمشي إزاي وترتيبه بيبقى ماشي إزاي. طقس كيحك جميل جدا وفريد جدا من نوعه، الكنيسة في صوم الميلاد بتصوم صوم مختلف في طبعه عن بقية الأصوات. تسابيح شهر كيهك والقراءات والأحداث كلها مركزة حوالين سر التجسد الإلهي. سر التجسد الإلهي هتلاقوا كل كيهك المحور بتاعه كله في سر التجسد الإلهي. صوم الميلاد بيبتدي المفروض بيبقى 6 أسابيع قبل عيد الميلاد، إن كان إحنا 43 يوم وليهم رمز عندنا، لكن في جميع الكنائس الشرقية بيصوموا برضو 6 أسابيع تقريبا نفس الفترة بتاعتنا، يعني ينقص يوم يومين حاجة كده، بس هم 6 أسابيع الكنائس الشرقية كلهم بيصوموا. لكن يبتدي الطقس من أول كيهك يركز بشكل جميل جدا جدا حوالين سر التجسد الإلهي، ونشوف ده في القراءات ونشوف ده في الألحان وفي التسابيح وفي الأحداث اللي الكنيسة بتسردها لنا كل يوم حد من أحد كيحك. وطبعا بما إن الكنيسة مركزة على سر التجسد الإلهي بالتبعية هي بتركز على الإناء المختار اللي ربنا اختاره، زي ما بنقول في سقطوكية يوم الأربع، يعني تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك. فنلاقي الكنيسة مركزة على سر التجسد الإلهي، ولا يمكن ان هي تذكر سر التجسد الالهي او تتتبعه من غير ما تذكر الست العذراء. الست العذراء عنصر مهم جدا في التجسد الالهي. ويمكن لما كنت كلمتكم في طقس التسبحه وكلمنا في ثيوتوكيات قلنا ان ثيوتوكيات بتدور كلها حوالين سر التجسد الالهي وعن كرامه العذراء وعن حاجه اسمها الخريستولوجي اللي هو علم طبيعه المسيح، طبيعه الله الكلمه المسيح، ونشوف ازاي ان كان في الوقت ده يعني مجمع خلق دنيا، وازاي ان في ناس كانت تؤمن بالطبيعتين واحنا نؤمن بالطبيعه الواحده. فنلاقي هذا الايمان وهذه العقيده حوالين طبيعه المسيح، وازاي ان هو يعني لاهوته متحد بناسوته وسكن في بطن العذراء. نشوف كل ده كان موجود في تسبيحه كيحك، في تسبيحه نص الليل على مدار السنه. تسبيحه كيحك بقى يجي يدور حواليها بقى زيادة بقى من الألحان ومن المدايح اللي كلها بتخدم هذا الموضوع، والتأملات الجميلة اللي موجودة إذا كان في تسبيحة عشية في كيهك أو تسبيحة نص الليل أو حتى إذا كان ألحان موجودة في قداس شهر كيهك. إذن الشغل الشاغل للكنيسة إن الكنيسة مركزة على سر التجسد الإلهي. طيب ليه سر التجسد الإلهي شاغل بال الكنيسة كده؟
لما نيجي نرجع للعالم القديم بكل دياناته، يمكن أكون مرة نوهت عن الحتة دي معاكم قبل كده، كل الديانات المختلفة كلها كانت بتئن، حتى الديانات الوثنية كلها بتئن، وكلهم تعبانين، وكلهم حاسين إن يعني إن مش المفروض تبقى الحياة كده، المفروض يبقوا فرحانين، المفروض يبقى في خير، المفروض يبقى في سلام، ليه الشر مسيطر عليهم، ليه تعبانين؟ فكلهم في دياناتهم عندهم فكرة بتدور في كل الديانات حتى الوثنية منها، إزاي يكون في مخلص يجي يخلصنا من المشاكل اللي احنا فيها دي. فنلاقي مثلا في من أقدم الحضارات اللي كانت موجودة على الأرض الحضارة السومرية، نلاقي السومريون كان عندهم إله اسمه الإله تموز، وده كان يعني هم بينتظرون يجي من العالم الموتى من العالم الآخر، وعندهم حاجة إله تاني اسمه عشتار، فهو يخصب عشتار وبعد كده يجيب معاه الربيع والحياة تتجدد. فدي كانت فكرتهم عن المخلص، دي كانت وجهة نظرهم في الديانة دي عن المخلص. في حضارات بابل وأشور كان عندهم اعتقاد ان كل ما الفساد بيستشري في الارض وكل ما جم ملوك اشرار حكموا الارض، فعندهم اله هم كانوا يعتقد ان هو ده الههم اسمه الاله مردوك، ان هو هيرجع للارض ويطهر الارض من الفساد والمفسدين والملوك الفاسدين ويعيد السلام والعدل تاني. ونيجي برضه نبص، كان الديانه الزرادشتيه، يمكن انا مره كلمتكم عنها في موضوع عن المجوس، لان الديانه الزرادشتيه دي هي كانت ديانه المجوس، ودي يعني بتتلخص في عبادة إله يعني نسيت اسمه أهورا مازدا. فكان الإله ده هم كان يتخيلوا وجوده في النار، فالنار بالنسبة لهم تمثل الخير والسلام، وإن الإله بتاعهم لا يسكن في النار، وكان عندهم إله تاني يعني يعتقدون وجوده في الظلام واسمه أنجورا ماليو، وإن الإله ده كان هو يعني لما النار تطفي إن الإله الشر انتصر على إله الخير. فكان برضو عندهم اعتقاد ان في مخلص منتظر، والمخلص ده اسمه سوشيانت، بمعنى ان هو منتصر، هم كانوا بينتظروا وجوده، بينتظروا ان هو يجي، ولما يجي المخلص ده هيجي ينصر الخير على الشر. وده السبب اللي خلى المجوس يعني انه يروحوا يدوروا على المسيح، لان هم لما اختلطوا باليهود في اثناء فترة السبي في بابل عرفوا منهم انه في المخلص اللي جاي، فلما لقوا العلامات بتشير ليه عشان كده راحوا كلهم يقدموا الهدايا بتاعتهم للمسيح كملك مخلص منتظر. الموضوع بتاعنا مش عن المجوس، احنا كلامنا عن المجوس قبل كده، لكن الحقيقة الحتة اللي عايز اركز عليها ان كل الديانات اللي كانت موجودة في العهد القديم، وحتى لما نيجي للديانة اليهودية اللي هو ديانة العهد القديم كلها، هنلاقي ان كل نبوات العهد القديم كلها بتشير على المسيح المخلص المنتظر. كل الشعوب قاعدة مستنى المسيح المنتظر اللي هيجي وهيجي هيخلصهم. الخلاص كلهم بيؤمنوا بيه، سواء كانوا يهود أو وثنيين أو شعوب أخرى. إذن فكرة المخلص المنتظر الكل قاعد مستنيها. وعشان كده لما بيجي علينا يعني صوم الميلاد، الجميل فيه نبص نلاقي إحنا في صوم الميلاد إحنا كمان مستنيين، بنمشي مع كيسة خطوة خطوة مستنيين ميلاد المسيح. الجميل في صوم الميلاد كان كده حاجة أنا حسيت يمكن قلتها لكم مرة قبل كده، صوم الميلاد ليه طابع مختلف عن صوم الكبير. الصوم الكبير صوم خشوعي كله توبة وكله تذلل، ده مش معناه إن صوم الميلاد ما فيهوش توبة، لا طبعا فيه توبة، ولكن يغلب على صوم الميلاد روح الفرح. تلاقي الناس في صوم الميلاد مزقططة ومهيصة وفرحانة قوي مع إنها صايمة. فلما كنت أتخيل المشهد ده كنت أتخيل المشهد اللي راح يحضر فرح ويعني مستني العريس ورايح لابس احسن ما عنده، وطبعا رايح هو كمان صايم مش واكل عشان في مايده العريس هيفتحها اللي هو البوفيه ده يعني، وهياكل على شرف العريس، والكل بيبقى قاعد ولابس ومبسوط ومتهيأ وصايمين مش واكلين مستنيين اول ما يدخل العريس وتبتدي الاحتفال. فاحنا كلنا بنبقى صايمين لكن فرحانين ومبسوطين جدا، وكلنا على انتظار مجيء المخلص المنتظر. كل النبوات بتاعت العهد القديم دي كلها تنصب كلها اللي هي في مجيء المسيح وموته وصلبه وقيامته، يمكن ما عدا نبوات دانيال هي اللي امتدت الى المجيء الثاني، لكن بقيه النبوات كلها كانت كلها حوالين مجيء المسيح. فمجيء المسيح تيجي كنيسه في شهر كهك تقعد بقى تلخص لنا الصوره دي وتقول لنا ان الحال كان شكله عامل ازاي، وازاي ان في كهك بقى ابتدينا نشوف النور الذي اشرق علينا. قبل ما نتكلم عن كهك زي ما قلت لكم هنتكلم النهارده بس عن الاناجيل والمزامير بس،
فيكيها، لان حتى القراءات كلها هتاخد وقت طويل قوي. قبل ما نتكلم عن قراءات شهر كياك، ناخد فكره سريعه عن القراءات الشهور اللي قبل كياك. شهر مسرى اللي هو اخر شهر في السنه القبطيه، طبعا ممكن يكون فيه النسيق 5 ايام لو كانت السنه اللي هو الشهر الصغير. فمسرى مع النسيق كلهم اللي القراءات بتاعتهم تلاقي بتدور حوالين محاسبه النفس في نهايه العام، ولينا سمر ولا ملناش سمر، وتلاقي حتى الاناجيل اللي بتتقرا كلها عن نهايه الايام ونهايه العالم، وتلاقي بقى يعني الويلات اللي هتيجي في نهايه العالم والخوف اللي هيدور وزين ورد ربنا اذا يكونوا مستعدين. فعشان كده تلاقي دايما الاناجيل كلها عن نهايه العالم في الشهر الاخير من شهر مصر قبل عيد الناروس. وتاكد ان احنا لابد ان احنا نحاسب نفسنا ويكون لنا ثمر في حياتنا. اول ما يخلص شهر مصر وتبتدي السنه الجديده بعيد الناروس، يبتدي قراءات شهر توت، وتلاقي قراءات شهر توت كلها بتتكلم عن البدايه الجديده. سبحوا الرب تسبيحا جديدا فلنبدا بدءا حسنا. نلاقي كل البدايات بقى القراءات عن البدايه الجديده، والبدايه الجديده دي تكون بالتوبه. احنا الاول حاسبنا نفسنا في نهايه السنه، لان نهايه السنه بتشير لنهايه حياتي، ونهايه العالم ترمز لغروب شمس حياتي. فعشان كده الكنيسه تقول لنا بصوا على المشهد ده، هو ده نفس اللي هيحصل في حياه كل واحد فينا. فلما يجي شهر توت، الحياه الجديده مع المسيح بقى، الحياه الجديده مع المسيح، فنبتدي بالتوبه، والتوبه لابد يكون لنا ثمر، لان الثمر هو علامه التوبه. فلان تاب ورجع للمسيح، طب ايه الدليل على كده؟ ابتدى يجيب ثمر. فشهر توت يتكلم عن البدايه الجديده بالتوبه. شهر بابا بقى، انت توبت وقدمت حياتك للمسيح؟ لازم تعرف انت توبت وقدمت حياتك لمين؟ المسيح. في شهر بابا تبتدي القراءات كلها تتكلم مين هو المسيح؟ مين هو المسيح؟ فتلاقي الكنيسه في شهر بابا عماله تتعرف على المسيح. الاناجيل كلها تدور عن شخصيه ما هو المسيح. خلاص عرفناه، بدأنا بداية جديدة في شهر توت وعرفنا من هو المسيح في شهر بابا. يجي في قراءات شهر هاتور تتكلم حوالين كلمة الله، وهو هاتور لسه معدي فات لو تفتكروا، يعني تلاقوا يعني كذا حدين ورا بعض كلمة الله من خلال اللي نسمعها في مثل الزارع. الزارع خرج ليزرع ويزرع الكلمة بتاعته، ويتكلم على الأرض الجيدة اللي هي قلوبنا الحلوة اللي هتستقبل كلمة الله اللي هو المسيح نفسه. فانت عرفت المسيح، لابد ان انت تقبله في قلبك. فشهر هاتور يكلمك عن المسيح الكلمه، وعشان كده تلاقوا مثل الزارع عمال بيتكرر في شهر هاتور. لو تفتكروا اخر حدين من تقريبا او الثالث، مش فاكر الثالث والرابع ولا الثاني والثالث، انا ناسي، من هاتور اللي كان الحدين ورا بعض دول كان مثل الزارع اللي بيتقرا في القداس. فقراءات شهر هاتور بتتكلم عن كلمه الله، وازاي ان الكلمه دي تتزرع فينا فنحيا بيها. يجي بقى شهر كياحك بقى، الكلمة اللي شهر هاتور كلمنا عنها في شهر كياحك تبتدي بقى يركز ان الكلمة دي صار جسدا. الكلمة دي اللي هو كلمة الله المسيح سوف تصير جسدا. فتبتدي بقى قراءات شهر كياحك كلها تركز على بداية العهد الجديد، وزي ان كلمة الله اللي كانت موجودة في العهد القديم، هذه الكلمة ستصير جسدا وحنراه وحنشوفه. وجسد ده هيدينا حياته، اللي هو كلمة الله اللي أخذ جسد ده هيدينا حياته عشان نحيا بالحياة دي. لأن هو لما أخذ جسد اتصلب بالجسد ده فغفر خطيتنا ومات فدانا قيامة معايا وعدم فساد، وكل ده اداهولنا. وبعد كده لما قام بالجسد الممجد ادانا هذه الايه الحياة المقامة الممجدة دي عشان نعيش فيها. عشان زي ما بولس الرسول ايه يقول ايه، لا أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. خلاص الإنسان العتيق مات والمسيح هيحيا فيا، الإنسان الجديد بقى إيه؟ إنسان القيامة. إذن الكنيسة مركزة في شهر كياك على بداية عهد جديد، وزي كلمة الله سوف تصير جسدا. وزي ما قلنا في المقدمة إن الكل اللي كان موجود في العهد القديم، الكل بيصرخ عايز مخلص، لابد المخلص يأتي ويجي عشان يخلص الأرض. فالكنيسة تيجي تركز في شهر كياك إزاي إحنا برضو في انتظار المخلص. حتى على مستوى الشعب اليهودي كان الفترة الأخيرة اللي قبل ميلاد المسيح اللي فترة المكابيين، كانش يعني مفيش نبوات، مفيش صوت لربنا، في فترة صمت نبوي مفيش صوت، والشعب كله كان خلاص فقد علاقته بربنا، ما يعرفش ربنا. وكان القديس كرولس كبير كان شبهها يعني، والبابا أثناسيوس حتى شبهها في كتاب تجسد الكلمة، إن العلاقة انقطعت. فكان لابد إن الله يتجسد ويجي
عشان من خلال ابنه المتجسد يعيد العلاقة ما بين الإنسان وما بين الله الآب اللي فقدت نتيجة الخطية. والقديس كيرلس الكبير كان قال قولة مش متذكر الدباجة بتاعته، بس بما معناه إن ربنا خلق الإنسان بالكلمة، بابنه، ابنه الكلمة، زي ما بنقول في إنجيل يوحنا: في البدء الكلمة كان الكلمة، والكلمة كان عند الله. وبعد كده يقول: كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فالخليقة كلها خلقت بالله الكلمة. فلما الخليقة دي فسدت بالخطية، الله الكلمة اللي خلقها هو اللي عارف خلقها ازاي، فتجسد ونزل عشان يصلح الخليقة اللي باظت بالخطية، اللي باظت بالخطية. عشان كده كنيسة مركزة مع المسيح اللي هيتجسد وهيجي هيصلح خالقته اللي باظت وفسدت بالخطية. الكنيسة في الأربع آحاد بتوع شهر كيهك، الأناجيل اللي بتتقرأ كلها بتتقرأ من إصحاح واحد بس، إنجيل لوقا الإصحاح الأول. هنلاقيه متقسم على أربع أقسام، كل حد من أحاد كيهك يتقرأ قسم منها، القسم الأول في الأولاني، الثاني، الثالث، الرابع، بحيث على الأربع آحاد بتوع شهر كيهك بنكون قرينا الإصحاح الأول من إنجيل لوقا. فدي نقطة نبقى دي ثابتة في ذهننا، الأربع أناجيل بتوع أحد شهر كياك كلهم بتاخدين من الإصحاح الأولاني من إنجيل لوقا، متقسم على الأربع أحاد. قبل ما نتكلم عن إنجيل لوقا، كان في حاجة ظريفة سمعتها. يعني تعرفين زمان في كياك، يمكن هنا الطقس أو الجو، يعني هنا المناخ العام هنا مختلف، هنا في فصل الشتاء يعني المطر بيكون قليل، ويمكن عندنا هنا في فلوريدا الجو ما بيبقاش ساقع قوي. لكن كلنا واحنا صغيرين نفتكر ان في شهر كيهك واحنا نازلين السهرات كنا بنبقى لافين الكوفيات على رقبتنا ولابسين اتقل ما عندنا، الجو بيبقى بارد جدا ومليان بالغيوم، وتبص تلاقي حتى النهار قصير. وكان في كلمة ريفية عرفتها قريب عن شهر كيهك، كان يعني الناس الصعايدة والفلاحين يقولوها، يقول لك: شهر كيهك صباحك مساك تقوم من النوم تحضر عشاك، على اساس ان النهار قصير، يعني تقوم تلاقي الدنيا مغيمه والنهار قصير والشمس بتغيب بدري. فالجو ده او المناخ ده يدينا كده يعني كده يعني تشبيه لبدايه خلقه الارض، لسفر التكوين. سفر التكوين يقول ايه؟ وكانت الارض خاربه وخاليه وعلى وجه الغمر ظلمه وروح الله يرف على وجه المياه. فالدنيا تقوم مغيمه كده ومكتومه ومظلمه زي الصوره المحطوطه كده ايه، فكان الشتاء بيبقى كده. ففي وسط الجو ده اللي بيشبه صح الاولين سفر التكوين، الكنيسه في الاربع احاد بتوع شهر كيه بتقرا علينا انجيل لوقا. واجمل ما في انجيل لوقا ان الاباء لما جم اتاملوا في انجيل لوقا سموا انجيل لوقا والاصحاح الاولاني بالتحديد سفر التكوين الجديد. سفر التكوين الجديد، لان ربنا بيبتدي يعيد خلقه الانسان بشكل جديد من خلال تجسده وصلبه وقيامته، وينزع عنه الفساد ويرجعه للصورة الأولانية اللي خلقه عليها في سفر التكوين لما خلق آدم وحواء. فإنجيل لوقا، وعلى خاصة على التركيز على الصح الأول، يطلق عليه التكوين الجديد. عشان كده الجو المناخي العام ده بتاع المنظر اللي كله ضباب ولا لسه اللي يعني الأرض خاربة وخالية، يخلينا نبص على الكنيسة وهي بتوجه عينينا على إزاي ربنا بيعيد تشكيلنا من جديد ويصلح خالقته اللي الخطية فسدتها وبوظتها. الأربع أحاد بتوع شهر كيهك الكنيسة مركزة في أربع أحداث، والأربع أحداث كلهم بيدوروا حوالين فكرة التجسد زي ما قلنا، وعن الإناء المختار اللي ربنا اختاره للتجسد اللي هي الست العذراء. الحد الأولاني من شهر كيهك، الحدث الهام في هذا الأحد، اللي هو بشارة الملاك لزكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمداني. فهنشوف في القراءات بتاعت الحد الأولاني ده النفس البشرية تعبانة وبتدور على المخلص، زي ما قلنا الفكرة اللي كانت في الشعوب القديمة كلها والعهد القديم، كل تعبان، امتى يا رب تيجي؟ فنشوف يعني الحد الأولاني الحدث اللي فيه بشارة الملاك لزكريا الكاهن. في نفس الوقت زكريا الكاهن عنده صراخ وتعب جواه، صراخ من أجل الخطية ومن أجل الفساد اللي احنا فيه، وإزاي يا رب أنت مش هتيجي وتخلصنا، وصراخ من أجل العار اللي واقع عليه هو شخصيا، هو ومراته أليصابات، بسبب إنه ما بيخلفوش. فنلاقي بص بقى المزامير والأناجيل يعني واخدنا بشكل جميل جدا. نلاقي مثلا المزمور العشية تلاقي الصراخ ده باين: إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء؟ حتى متى تصرف وجهك عني؟
وبعد كده انظر واستجب لي يا ربي والهي وانر عيني. احنا من غيرك يا رب ميتين، ضالين الطريق مش شايفين، انر عيني. فالبشريه الشعب كله بيصرخ لربنا، هتسيبنا لغايه امتى يا رب؟ خلاص صوتك انقطع عنا، مفيش نبوات، مفيش كلام بنسمعه، ما عادش في اتصال بيننا وبينك، وخلاص فقدنا كل حاجه تربطنا بيك، هتسيبنا خلاص كده الانقضاء حتى متى تصرف وجهك عني؟ فعشان كده تلاقي الكنيسه تيجي في المزمور ده تقول له انظر واستجب لي يا رب والهي انر عيني. نلاقي في انجيل عشيه يكلمنا عن المراه ساكبه الطيب. فاكرين لما كنا اتكلمنا في صلاه نص الليل وقلنا لما العريس بيجي العروس تقابله ازاي؟ هو نفس الحكايه زي اناجيل نص الليل لما كنا اتكلمنا عنها قبل كده. احنا عمالين نقول له يا رب تعالى واحنا مستنينك، طب احنا لما المسيح يجي الناس قابلوه ازاي لما جه المسيح اتولد؟ بعد ما كانوا مستنيين مخلص منتظر، والمخلص ده المخلص ده كان يعني حاطين عليه كل امالهم، انكروه كلهم في الاخر وشافوا ان مش هو ده المخلص، لان الفكره اتلخبطت في دماغهم في الفتره اللي ما قبل مجيء المسيح، اللي هي فتره اللي ما بين العهدين، فتره المكابيين. جه كان في واحد ابن كاهن يعني اسمه يهوذا المكابي، وكان ساعتها في سلوكيين، ده حاجه في التاريخ يعني، هم اللي ماسكين حكم اورشليم في الوقت ده، ودنسوا الهيكل وحطوا فيها اوثان. فهو يهوذا المكابي ده طلع حارب السلوكيين دول وطردهم وطهر الهيكل ونظف الهيكل. فبدات الفكره اللي في ذهنهم عن المخلص انه حاجه شبه كده، واحد قائد حربي معاه سيف هيضرب اي غزاة هيجي يحتلوا الارض ويخلص الارض من الوثنيين ومن اللي بيدنسوا الهيكل، لكن ما قدروش يفهموا المسيح بالصوره اللي جه عليها. فاحنا وهو المسيح عمالين نصرخ ونقول له طب تعالى يا رب تعالى واسكن جوانا، طب انا لو جيت هتعملوا ايه؟ نلاقي كده في انجيل العشيه يتكلم عن مرأة ساكبه الطيب. طبعا ما كتبتش كله، كتبت بس ايه او اتنين، ايه من الاول. يقول هو فيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الابرص وهو متكئ، جاءت امراه معها قاروره طيب نردين خالص كثير الثمن، فكسرت القاروره وسكبتها على راسه. يبقى النفس البشريه لما شافت المسيح، هنا بقى احنا بقى لما نشوف المسيح نعمل ايه؟ نجري ونحط الطيب على راس المسيح، نقدم كل حياتنا كلها ملك المسيح، كل اعمالنا نقدمها لاجل ان هي ايه؟ تفرح قلب ربنا. فربنا يرد عليه ويقول له ايه؟ الحق اقول لكم حيثما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم يخبر ايضا بما فعلته هذه تذكارا له. الست دي راحت جابت طيب نردين خالص كثير الثمن وادت كل اللي عندها للمسيح. فالمسيح قال يعني اللي هي عملته لنفس دي ده هيتحفظ لها، وحيثما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم يخبر ايضا بما فعلته هذه تذكارا له. فاذا احنا لما عمالين نطلب من الله ونصرخ تعالى يا رب انزل الينا، بس احنا مش هنعمل مع اللي عمله معاك. انت لما نزلت كلهم انكروك واتولدت في مذود حقير، ولما عشت عشت مرفوض من الناس، ما كانش ليك كرامه في وسط الشعب، ليس لنبيهم كرامه، وفي الاخر قدموك يا رب وصلبوك ومت. فاحنا يا رب عارفينك انت ايه، فاحنا بنقول له احنا هنقدم حياتنا ليك ونتحد بيك، تعالى يا رب عشان نعمل مع المراه ساكبه الطيب ونتحد بيك. نلاقي في انجيل باكر، انجيل عشاء كان بيتكلم، انا اسف، في مزمور عشاء بيتكلم الى متى يا ربي تنساني الى الانقضاء. في باكر ربنا بيرد علينا يقول نظر الرب من السماء على الارض ليسمع تنهد المغلولين، ليخبره في صهيون باسم الرب وبتسبحته في اورشليم. يبقى صرخة البشرية نشوفها في العشية بتصرخ لربنا إلى متى يا رب تنساني، وفي باكر ربنا يرد علينا نظر الرب من السماء على الأرض ليسمع تنهد المغلولين ليخبره في صهيون باسم الرب وبتسبحته في أورشليم. ونلاقي إنجيل باكر برضو يروح واخدنا الحاجة شبه إنجيل عشية للأرملة اللي هي اللي أدت الفلسين، يقول وجلس يسوع تجاه الخزانة ونظر كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة، كان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا، فجاءت أرملة فقيرة وألقت فلسين قيمتهما ربع، فدعا تلاميذه وقال لهم الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن أعوزها ألقت كل ما عندها كل معيشتها. نشوف هنا الأرملة جت لما تتقابل مع ربنا وجت تدي لربنا، اديته إيه؟ كل اللي عندها، واللي عندها ده ولا حاجة.
احنا مطلوب مننا ندي كل اللي عندنا لربنا، وبرضه اللي هنديه ده كله ولا حاجه. لما تيجي تنتهي حياتنا نقول له يا رب ده جهادنا كله بنقدمه ليك، زي الفلسين بتوع الارمله، عمل نعمتك بقى يكمل الباقي كله، يكمل الباقي كله ويخلينا ندخل السماء. بس لابد ان احنا نقدم كل اللي عندنا، حتى لو كان كل اللي عندنا ده فلسين. ففي انجيل عشيه ورينا المراه سكبت الطيب على رجل المسيح، وفي انجيل باكر الارمله اللي اعطت كل ما عندها، وفي الاثنين دول ورينا نفس اللي عماله تصرخ عايزه تشوف ربنا، بس تعالى واحنا يا رب هنديك كل حاجه. فربنا هو عايز القلب بتاعنا، عايزنا ان احنا نديه، عايزين ان احنا نسبحه. ادي له كل اللي عندك حتى لو كان اللي عندك قليل، حتى لو كانت وزنه واحده اديها لك المسيح. احنا بنطلبه في صوم الميلاد ان هو يجي يقول له يا رب تعالى واسكن في قلبي وهديك كل اللي عندي، حتى لو اللي عندي وزنه واحده انت خدها واشتغل بيها. مزمور القداس بقى، احنا قلنا مزمور عشية عمال يصرخ الى متى يا رب تنساني، وبعدين تطلع يا رب، يجي في مزمور باكر، يجي في مزمور القداس يزود الطمانينه، اطمنه ما تخافوش. يقول انت يا رب ترجع وتتراءف على صهيون لانها وقت التحنن عليها، لان الرب يبني صهيون ويظهر مجده. خدوا بالكم المزامير عماله تتكلم ان الارض عماله تصرخ عايزه المخلص، وربنا بيرد على الارض انا جاي. رد عليها في باكر ورد عليها في مزمور القداس انا جاي. وجميل بقى يقول ايه؟ لانها وقت التحنن عليها. والتحنن اللي هي الله يتحنن، اللي هو معنى اسم يوحنا. واليوم ده هو بشاره الملاك لزكريا لميلاد يوحنا. فعلامه تحنن ربنا علينا ان هو هيجي الملاك ويبشر يوحنا، ويجي الملاك اللي هيهيئ الطريق قدام المسيح. فدي أول خطوة ربنا بيتخذها في التجسد بتاعه، أن يرسل ملاكه أمام وجهه الذي يهيئ الطريق أمامه، زي ما قال ملاك النبي. فيوحنا بمعنى الله يتحنن. والتحنن ده هيبقى إمتى؟ في ملء الزمان. ولما جاء ملء الزمان ربنا جه اتجسد. إنجيل القداس ده هيتكلم عن بشارة الملاك لزكريا والقصة اللي كنا عارفينها، ونشوف ازاي ان زكريا والاليصابات كانوا في ضيق شديد زي ما قلت لكم، كان حاسين ان في عار بيحيط بيهم، زائد ان زكريا ككاهن كان منتظر مخلص. فزكريا كان عنده قضيتين شاغلين باله، قضيه خلاص نفسه، خلاص الشعب ككاهن، وقضيه شخصيه جدا كان شاغله باله قوي وتعباه جدا، ان هو يعني شعر بالعار ان هو ملوش نسل. وهنشوف ان ازاي ربنا عالج الحتتين دول في اخر اسبوع في شهر كيان. في الحد الثاني نشوف بشاره الملاك لامنا العذراء مريم. الحد الاولاني كان بشاره الملاك لزكريا الكاهن بميلاد يوحنا المعمدان، وقلنا فيه ان زي البشريه كلها بتصرخ تطلب المسيح مخلص ليها، والمسيح بيرد ويطمن البشريه انا جاي وهتجسد، والكنيسه تحط لنا كده نماذج بقى لما يجي المسيح هنقابله ازاي؟ هنعمل معاه ايه؟ احنا كل ده مستنيينه يجي. لما نيجي يا رب احنا هنعمل زي المرأة اللي قدمت الطيب، وهنعمل زي المرأة الأرملة ذات الفلسين اللي قدمت كل ما لديها. الحد التاني، طب لما نيجي بقى والمسيح يجي يتقابل معانا بقى شخصيا بقى، هنتلامس مع المسيح إلهنا ده ازاي؟ هنتلامس معاه ازاي؟ بإيماننا ده بقى هنبقى احنا كده كبشر، والمسيح إلهنا ده هيجي ياخد يعني شكل انسان، لكنه في نفس الوقت هو الاله المتجسد. هنتعامل معاه ازاي؟ فيجي المزمور العشيه يقول يا رب طقطق السماوات وانزل، المس الجبال فتدخن، ارسل يدك من العلو انقذني ونجيني. واخدين بالكم؟ نفس الكلام زي بتاع العشيه بتاعت اول حد. بنطلب من المسيح انزل بقى يا رب، يلا احنا مستنيين بقى، احنا مش قادرين نستنى اكتر من كده. انزل من العلو انقذني ونجيني. فالبشريه عماله تنادي ربنا تعالى يا رب تجسد، تعالى يا رب انزل من العلو، عشان لما تيجي في الارض دي تبقى سما، لان انت مكانك السما. عشان كده الست العذراء لما المسيح حل فيها بنسميها السماء الثانيه، لان هو كان مكانه في السما. ونلاقي انجيل العشيه يقول برضو، يروح متكلم على نفس الحته ثانيه، واذا امراه في المدينه كانت خاطئه اذا علمت انه متكئ في بيت الفريسي. الاول كانت المراه اللي جايبه الطيب الخالص النادين كثير السمع، دي المرأة الخاطئة، إذا علمت إنه متكئ في بيت الفريسي جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدميه من ورائه باكية، وابتدأت تبل قدميه بالدموع، وكانت تمسحهما بشعر رأسها وتقبل قدميه وتدهنهما بالطيب. فالمرأة الخاطئة جت عملت كده برضو، قدمت قارورة طيب، قارورة حب، قارورة توبة بتقدمها للمسيح.
فالمسيح بقى يجي في نهاية الفصل بتاع الإنجيل يقول إيه؟ من أجل ذلك أقول لك قد غفر، أقول لك، بيكلم سمعان، أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا. بيكلم سمعان يقول له هي قدمت كل ما عندها الحب الكبير. في إنجيل عشية هنا بقى يختلف عن الإنجيل الباكر وعشية بتاع الحد الأولاني، إن هنا بقى نشوف ربنا هيقول إيه؟ من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة. إذن لما ربنا هيتلامس معنا مع البشر ونقدم حياتنا ليه، يبقى أول حاجة هناخدها غفران الخطايا. غفران الخطايا، تعالى يا رب وانزل وسكن في قلوبنا، فهناخد منه غفران الخطايا. في مزمور باكر يأكد بقى إن ربنا جاي، إحنا نطلب منه وهو يرد علينا، نطلب في عشية يرد في باكر. ينزل مثل المطر على الجزة ومثل قطرات تقطر على الأرض، يشرق في أيامه العدل وكثرة السلام. شوفوا الجمال، مزمور العشية البشر ينادوا ربنا، ومزمور باكر ربنا يرد على البشر تاني. يجي في إنجيل باكر يورينا بقى إن المسيح اللي يغفر الخطايا ده ليه سلطان، ليه سلطان في إيه، ولكن إن كنت بإصبع الله. أنا طبعا ده جزء من الفصل الإنجيل ده، مش الإنجيل كله، أنا خدت الحتة بس اللي عايزين نشاور عليها. ولكن إن كنت بإصبع الله أخرج الشياطين، فقد أقبل عليكم ملكوت الله، حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان. ويكمل لغاية الآخر إزاي إن ربنا ليه قوة، ليه قوة على الشيطان وليه سلطان على الشيطان. إذن ربنا لما هيجي ويغفر الخطايا ليه قوة وليه سلطان إن ينزع كل شيء وحش من جوايا. يبقى إحنا لما هنتلامس مع المسيح هيحصل إيه؟ لما نقابل الله الكلمة المتجسة هيحصل إيه؟ ما نقلقش، إن كانت خطاياكم كالكرمز تبيض كالثلج، دي شغلة ربنا. إحنا بس اللي نقدم الطيب بتاعنا وننسكب تحت رجلين المسيح، والمسيح هو عليه إن هو إيه؟ خطاياها الكثيرة قد غفرت له. ونلاقي هنا بعد ما المسيح اتكلم وقال كده، نلاقي كده وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. هنا بتشاور على مين المرأة دي؟ على الست العذراء. فهنا بتركز على الست العذراء، إن يعني طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. فهنا نشوف قوة ربنا اللي جاي يخلص البشرية، ونشوف كمان البشرية وهي بتمجد الست العذراء اللي هي إيه؟ كانت إناء مختار وكانت كرسي لعرش الله الملك والمسيح حل في أحشائها. مزمور القداس يركز بقى خلاص المسيح جاي وإحنا طلبناه وهو رد علينا وقال لنا أنا جاي. فيجي في مزمور القداس اسمعي يا ابنتي وانظري وأميلي سمعك وانسي شعبك وكل بيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك لأنه هو ربك. هللويا. هنا بقى اللي إيه؟ مين بقى اللي عمال يتكلم عنها بقى المزمور دي؟ العذراء. اسمعي يا ابنتي وانظري أميلي بسمعك وانسي شعبك وكل بيت أبيك، فإن الملك قد اشتهى حسنك. الملك ربنا اشتهى حسنك. نفتكر برضو الربع الجميل خالص بتاع ثوتوكية الأربع، تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل وحيده أتى وتجسد منك. الملك الله الآب لما بص كده اشتهى حسنك، ولقى مفيش حد في الأرض أجمل من الست العذراء، ولا أطهر ولا أنقى من الست العذراء. عشان كده قال لها بقى اسمعي وانظري بقى وخليكي معايا بقى وانسي كل بقى شعبك وبيت أبيكي، لأن الآب هيرسل وحيده ليتجسد منك. ويجي في إنجيل القداس بقى يروح يشرح لنا بقى قصة بشارة الملاك بقى للعذراء. فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدت نعم عند الله. وبعدين وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمين يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه. في إنجيل الحد الأولاني بتاع القداس زي ما قلنا الشعب بيصرخ لربنا، وربنا وعد بأنه يتحنن لأنها وقت الطرائف أو التحنن عليها، وقلنا إن معنى اسم يوحنا الله يتحنن. فالإنجيل الأولاني بتاع الحد الأولاني بيعلن لنا إن الله هيتحنن على البشر، مش هيسيبنا بدون خلاص، هيجي ويخلصنا. الإنجيل الحد التاني هيقول لنا هيتحنن إزاي بقى، فهنفهم ربنا هيتحنن إزاي بأنه حيأتي ويأتي متجسدا من إيه؟ من البتول العذراء مريم. شوف التسلسل الجميل، شوف النفس بتناجي ربنا في الحد الأولين وربنا بيرد ويقول أنا هتحنن، ويدي علامة التحنن دي في الأول إنه هيهيئ الطريق
بيوحنا المعمدان، وعشان كده ربنا هو اللي كان مختار الاسم، الملاك هو اللي قال لي زكريا انه يسميه يوحنا بمعنى الله يتحنن. ويجي في الانجيل الثاني هيتحنن بانه هيتجسد من العذراء مريم. في الحد الثالث بقى بيتكلم عن زياره العذراء مريم لاليصابات. زياره العذراء مريم لاليصابات. فيجي مزمور عشيه، احنا شفنا في الانجيل الحد الثاني لقاء النفس البشريه مع ربنا، وازاي لما ربنا تقابل مع نفس البشريه انه غفر لها خطيتها. في الحد الثالث مزمور العشيه يقول: لان الرب قد اختار صهيون اشتهاها مسكنا له، طعامها ابارك بركه، مساكنها اشبع خبزا. صهيون هي ترمز للست العذر. ربنا اختار صهيون، اختار بطن العذر عشان رديها مسكن له ويرمز ايه فيها. ويجي في انجيل العشيه يقول: وكان في مجمعهم راجل به روح نجس فصرخ قائلا: اه ما لنا ولك يا يسوع الناصري، اتيت لتهلكنا؟ انا اعرفك من انت، قدوس الله. فانتهر يسوع قائلا: اخرس واخرج منه. فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه. في الحد الثاني نشوف ربنا قال لها: خطاياك الكثيره قد غفرت لها. غفر خطايا النفس البشريه اللي هي متمثله في المرء الخاطئ. في انجيل عشيه هنا نشوف المسيح وهو بيشفي الراجل الاخر ده وزي خرج منه الشيطان. فربنا في علاقته بالنفس البشريه لما تتقابل مع المسيح ولما يجي يسكن جوانا هيشيل الخطيه ويغفرها لنا. وتاني حاجه يعمل ايه؟ يشيل الفساد والمرض اللي في طبيعتنا ودينا مكانه عدم الفساد. وده اللي المسيح عمله، غفر خطيتنا بموته على الصليب. والطبيعة الفسدان اللي كانت موسخة دي ويعني موروثة كده، بذرة خطية جوانا ما بتطلعش، أم ربنا شالها وادانا جسد جديد اللي هو جسد بتاعه بتاع القيامة، وقال لنا الجسد ده بتاعك أنت يا إنسان أهو نضيف تماما ما فيهوش بذرة الخطية، أنا هاخده وحطه فوق في السماء يبقى موجود، وكل واحد هيطلع يلبس الجسد ده. ودي بركات يعني عيد الصعود، إن احنا بالصعود بننال هذا الجسد المماجد. فربنا في الحد الثاني يكلمنا زي غفر خطايا النفس البشريه، في الحد الثالث بيشفي الطبيعه بقى المريضه، يشيل منها بقى الفساد والوساخ. فهنا الانجيل يرمز لها ايه؟ فانتهر يسوع قائلا: اخرس واخرج منه. فصرعه الروح النجس وصاح بصوت عظيم وخرج منه. طلعت الوساخه من جواه، طلع الروح النجس من جواه، طلع الفساد من جواه، ادانا انسان جديد ونزع عنا الانسان العتيق. ده في انجيل عشيه. مزمور باكر يأكد تاني: أنت يا رب الشافي، أرنا يا رب رحمتك واعطينا خلاصك، سأسمع ما يتكلم به الرب فيا، يتكلم بالسلام على شعبه وعلى قديسيه. أرنا يا رب رحمتك واعطينا خلاصك. إحنا يا رب بنطلب الشفاء، زي ما ربنا إدى الشفاء في الإنجيل العشية، تلاقي في إنجيل باكر الشعب يطلب أرنا الرحمة ودينا الخلاص. في الإنجيل باكر يتكلم على المرأة الكنعانية الخارجة من تخوم وصرخت إليه قائلة: ارحمني يا سيدنا، يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. برضو هنا النفس البشرية، المسيح بيأكد زي ما أكد في العشية، بيأكد تاني في باكر إن في علاقتي بيها أغفر خطيتها ونجيها من الدنس الخطية أو الفساد اللي فيها. فهنا تلاقي الست الكنعانية تقول له: ابنتي مجنونة جدا. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة، طبعا في حوار في النص ان لا ينبغي ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، وهي قالت له الكلاب تاخذ من مائده اسيادها، وقال ان ما لقيتش ايمان زي ده في كل اسرائيل. وفي الاخر خالص الايه دي يقول: حينئذ اجاب يسوع وقال لها: يا امراه عظيم ايمانك، ليكن لك كما تريدين. فشفيت ابنتها من تلك الساعه. شوفوا الانجيل فعل عشيه وانجيل باكر بيتكلم عن الشفاء، وده اللي هناخده من ربنا لما يجي ويتجسد: شفاء طبيعتنا الفسدانة وغفران الخطايا. غفران الخطايا كان في الحد الثاني، وشفاء الطبيعة الفاسدة في الحد الثالث. نيجي بقى مزمور القداس الحد الثالث، احنا قلنا بيتكلم عن زيارة العذراء لأليصابات. فهنلاقي مزمور القداس يقول ايه؟ الرحمة والحق التقيا أو تلاقيا في بعض الترجمات، والعدل والسلام تلاءما، الحق من الأرض أشرق والعدل من السماء تطلع. هللويا. الرحمة والحق تلاقيا، دول اللي هو مين؟ لقاء الخالق الأعظم بأعظم مواليد النساء اللي هو يوحنا المعمدان،
عشان كده المزمور يرمز للاثنين، الرحمة والحق التقية. لو بصيتوا على الصورة الجميلة اللي موجودة قدامكم هتلاقوا العذراء وهي بتسلم على اليصابات، وزي ما انتم شايفين في الأيقونة يوحنا المعمدان في بطن اليصابات بيسجد للمسيح، الرحمة والحق التقية. فهنا لقاء الخالق العظيم بأعظم مواليد نسائه، ده طبعا لقاء عظيم جدا جدا. تخيلوا يعني ربنا الخالق ويلتقي بمين؟ باللي قال عنه لم يوجد في مواليد النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان. فلقاء عظمة، لقاء عظمة، حاجة كبيرة خالص خالص. عشان كده المزمور يقول الرحمة والحق التقية، العدل والسلام تلائما. ونلاقي بقى إنجيل القداس بيتكلم عن زيارة الست العذراء لأليصابات. يقول بقى مريم بقى ذهبت بسرعة إلى الجبال. فالتأمل الجميل إن الجبل يرمز اللي هو الحاجة المرتفعات، طلوع للسماء. النفس بقى اللي ربنا غفر خطيتها وشفاها من طبيعتها الفسدانة واتحدت بالمسيح وتلامست معه، مش ناقصها غير إنها تجري في طريق الحياة الأبدية وتصعد إلى العلو. عشان كده ذهبت مريم بسرعة إلى الجبال. الجبل العالي رمز للحياة السماوية، بتطلع للسماء. وراحت تعمل إيه بقى؟ راحت تخدم أليصابات. راحت تخدم أليصابات. إذن الخدمة هي الطريق اللي يؤدي بينا للسماء. نلاقي هنا الجمال بقى ان الخدمه والاتضاع بسبب بتاع الست العذراء. يعني الواحد يتخيل لو جاء واحده جالها الملاك وقال لها انت هتولدي عمانوئيل الذي تفسير الله معنا. طب ما انا اقعد بقى على كرسي عرش والناس كلها تيجي تسجد لي، ده يعني الاله اله الالهه هيجي يتجسد مني، ده اقل حاجه اعملها ان اقعد على كرسي عرش والناس تسجد. لكن قامت مريم في اتضاع شديد جدا تروح تخدم اليصابات. فإذا مطلوب مننا الاتضاع والخدمة، وده اللي هيكون الطريق اللي هيوصلنا إلى الجبال العالية ونوصل بيه للسماء. شوفوا الجمال، من أول حد بشرية بتصرخ بتئن تعبانة متألمة فاقدة رجائها مش لاقية ربنا وفقدت الاتصال بيه، وبعد كده بتطلب منه يجي يقول لها طب أنا جاي، طب أنا هترقف عليكي، طب وأنا هاجي، طب لما أجي يا رب هعمل إيه؟ هتقابل معاكي؟ هتعملي أنت إيه يا نفسي البشرية؟ هقدم لك كل اللي عندي، طب أنت يا رب هتعمل إيه؟ هغفر خطيتك وهشفيكي من الفساد اللي جواكي. طب أنت بقى هتعملي بعد كده؟ هخدمك يا رب بقية عمري كله، حياتي كله، أنت نجيتني واديتني غفران الخطايا. وكده نبقى خلصنا الحد الثالث ونروح على الحد الرابع، آخر حد في شهر كيهك. الحد الرابع بقى يورينا بقى إن كل المواعيد دي وكل الكلام بقى هيتحقق، تحقيق المواعيد الإلهية وبداية إشراق النور الإلهي بقى. فلاقي مزمور عشية يقول إيه؟ الأم صهيون تقول أن إنسانا وإنسانا صار فيها وهو العلي الذي أسسه إلى الأبد. ربنا هيجي وتجسد من صهيون الأم، مش هو بس، مش ده هي هيتجسد منها وبس، وهو العلي الذي أسسها. شوفوا ربنا يجي يتجسد من الست العذراء وهو اللي خالق العذراء. وبعد كده بقى يجي بقى في إنجيل عشية، طب إحنا اتقابلنا مع المسيح وغفر لنا خطيتنا وشال من جوانا أمراض الخطية وأمراض النفس، وقلنا له يا رب هنختمك. ليه إنجيل عشية يقول إيه؟ على أثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله، ومعه الاثنى عشر، وبعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض. وبعدين مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، ويونا امرأة خوذي وكيل هيرودس وسوسنة وأخر كثيرات كنا يخدمنه من أموالهن. إذن ربنا لما تقابل معانا وغفر خطيتنا ودينا له حياتنا، نشوف بقى الثمر ده في إيه؟ تبعية المسيح. إن كل الناس دي ماشية مع المسيح في تبعية المسيح. شوفوا الكنيسة عمالة تحط لنا رموز للتجسد إزاي؟ لما ربنا هيجي هنعمل إيه وهنتقابل معاه إزاي وهو هيعمل فينا إيه وإحنا هنقدم له إيه؟ تقعد تحط لنا الحاجات دي كلها عشان المواعيد لما تتحقق ويجي اليوم الموعود نقول يا رب قلبنا بين ايديك اشتغل بقى. مزمور باكر يقول فلتفرح السماوات ولتبتهج الارض وليتحرك البحر وكل ملئه، يبتهج كل شجر الغاب قدام وجه الرب، لانه ياتي، انه ياتي ليدين المسكونه بالعدل والشعوب بالاستقامه او الشعوب بحقها. هللويا. مزمور باكر بقى احنا قلنا تحقيق المواعيد بقى خلاص في الحد الرابع بقى. الخليقه كلها فرحانه، فرحانة جدا قدام وجه الرب لأنه يأتي. في تأمل جميل يقول لي إيه؟ إن وجه الرب هو المسيح، والمسيح هو من رآني في قدراء الآب. فإيه يقول لك؟ فلتفرح السماوات ولتبتهج الأرض وتحرك البحر وكل ملئه، يبتهج كل شجر الغاب قدام وجه الرب لأنه يأتي.
ففي بعض التأملات تقول وجه الرب اللي هو المسيح، والمسيح جه صورة نشوفها، اللي يشوفها يبقى شاف الآب، أنا والآب واحد، من رآني قد رأى الآب. عشان كده ربنا جه واحنا شفناه، فكل الخليقة فرحت وكل الخليقة ابتهجت بمجيء المسيح. في إنجيل باكر يقول: وكان الجمع جالسا حوله، فقال له: هوذا أمك وأخواتك خارجا يطلبونك؟ فأجابهم قائلا: من أمي وأخواتي؟ ثم نظر حوله إلى الجالسين وقال: ها أمي وأخواتي، لأن من يصنع مشيئة الله هو أخي وأختي وأمي. إذن اللي يثبت في المسيح بعد ما المسيح نقاه، وبعد ما مشي في تبعية المسيح، وبعد ما خدم المسيح وجري في طريق الملكوت، يصير لربنا أخ وأخت وأم، يقول له: أنت بقيت قريب بالجسد، ده أنت مش يعني ما مش مجرد ما أعرفكش بس، أنت بقيت قريب، أنت بقيت حتة مني، بقيت حتة مني. فتبعية المسيح بالشكل ده تبين الجمال اللي احنا بنقرب بيه من ربنا في الحد الرابع. ويجي في المزمور القداس يكمل نفس المعنى: يا جالسا على الشرابيم اظهر قدام إفرايم وبنيامين ومنسة، لخلصنا يا الله أرددنا، ولينر وجهك علينا فنخلص. هللويا. زي ما قلنا الأرض كلها فرحانة، يجي في مزمور قداس بقى شهوة القلوب بقى: اظهر بقى، خلينا نشوفك بقى، خلينا نشوفك، عايزين بقى نشوفك وتظهر قوتك ومجدك عشان نفرح بيك. ويجي بقى إنجيل القداس بيتكلم عن ميلاد يوحنا المعمدان. الإنجيل طويل بس يعني خدت حتة أخيرة بس منه. حادثة ميلاد يوحنا المعمدان الهدف منها مش الاحتفال بعيد ميلاد يوحنا المعمدان، لأن إحنا عندنا عيد لميلاد يوحنا المعمدان، لكن الهدف منها نقطتين: يوحنا المعمدان الملاكة اللي يهيئ الطريق أمام الله كبداية لسر التجسد، والنقطة الثانية تسبحة زكريا. شوفوا هنا بيقول إيه: ثم أومأوا إلى أبيه ماذا يريد أن يسمى. طبعا في جزء كبير قبل كده في الفصل اللي بيتقرا، بس دي حته في الاخر. فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا، فتعجب الجميع، وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله، فوقع خوفا على كل جيرانهم، وتحدث بهذه الامور جميعها في كل جبال اليهوديه. فاودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين: اترى ماذا يكون هذا الصبي؟ وكانت يد الرب معه، وامتلأ زكريا ابوه من الروح القدس وتنبأ قائلا. يبقى اول حاجه ان زكريا كان عارف اسم يوحنا من الملاك، واحنا قلنا يوحنا يعني الله يتحنن، وبداية تحنن ربنا بميلاد يوحنا المعمدان، لان دي بداية الطريق اللي هيهيئ الطريق لتجسد المسيح. بعد كده يبتدي يقول: وامتلأ زكريا ابوه من الروح القدس وتنبأ قائلا: مبارك الرب اله اسرائيل. خدوا بالكم بقى، هنا زكريا كان مركز قوي على ابنه اللي هيجي يشيل عنه العار، بس ابنه لما جه واتولد ابتدأ زكريا يقول حاجة تانية بقى خالص. امتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه. إسرائيل من بيت هارون سبت لاوي، بيت داود فتاه يعني سبت داود، يعني مش من السبت بتاعي، مش بيكلم عن يوحنا. قرن خلاص ده بيكلم عن مين؟ عن المسيح. خدت بالك؟ مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه، كما تكلم بفم أنبياء القديسين الذين هم منذ الدهر، خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، يصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس، القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا، إننا بلا خوف منقادين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. فهنا في تسبيحة زكريا بيتكلم عن المسيح اللي جاي، هو فرح بابنه. زكريا طبعا زي ما قلت لكم كان عنده حتتين شغلينه، خلاص نفسه خلاص الشعب، والمشكله الثانيه العار اللي وقع عليه بعدم وجود نسل ليه. فلما جه نسل ليه ابتدى زكريا امتلأ من روح القدس، ابتدى يتكلم بالتسبيحه عن المسيح المنتظر. وهو طبعا هو طبعا عرف، وربما يكون في الفتره اللي كان فيها هو صامت ربنا اداله ان هو عرف، نشوف ازاي ان ابنه ده هيكون هو لهاء الطريق. فيقول: وأنت أيها الصبي، بيتكلم عن ابن يوحنا، نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه. شوف الحتة دي، هو بيتكلم بنفس الكلام اللي قاله ملاكي: ها أنا ذا أرسل ملاكك الملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. هنا بيقول لك: لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طرقه، لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم، بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء،
ليضيء على الجالسين في الظلم وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. شوف بعد يعني كده ويختم بقى: أما الصبي فكان يمو ويتقوى بالروح وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. فهنا في الإنجيل الرابع ده بتاع شهر كهك يتكلم عن ميلاد يوحنا المعمدان، والهدف مش ميلاد يوحنا المعمدان، ولكن إن يوحنا المعمدان هو اللي هيتقدم أمام وجه الرب ليعد الطرق بتاع طريق ربنا، وفي نفس الوقت يبين إزاي إن تسبحة زكريا اللي بيتكلمها عن المسيح اللي جاي. هنا أصبحت الصورة كير خالص وواضحة خالص، وكل الرموز اللي شفناها في الأربع آحاد كلها اكتملت، لا ينقصها غير شيء واحد، إن إحنا نشوفها عيانا، ونشوفها عيانا في 29 كهك. قبل ما نقرأ 29 كهك مش هناخد حاجة فيه، في مراد الإنجيل الحد الأول والثاني إحنا بنقول إن إحنا نعطيك السلام مع غبريال الملاك قائلين: السلام لك يا ممتلئة نعم الرب معك. فإحنا هنا بنسبح الست العذراء وبنعظمها ونديها السلام ونباركها مع مين؟ مع غبريال الملاك. وبعد كده قول: من أجل هذا نمجدك كوالدة الإله كل حين. كوالدة دي مش معناها تشبيه، إن مش يعني بنشبهها بالولد، لا، التمجيد اللي ليك بك كوالدة. يعني ما تيجي تكلم واحد مثلا دكتور تقول له: بص أنت كدكتور المفروض تعمل لي كذا وكذا، أنت هنا بتقول إيه؟ من أجل هذا نمجدك كوالدة الإله. التمجيد بتاعك اللي ليق بك كوالدة للإله. اسألي الرب عنا كل حين ليغفر لنا خطايانا. فإحنا في الحد الأول والثاني بنعظم الست العذراء ونديها السلام مع السمائيين، مع غبريال الملاك. ونيجي في الحد الثالث والرابع: نرفعك باستحقاق مع إليصابات نسيبتك قائلين: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. هنا ادينا السلام للعذراء مع السمائيين، وهنا بنرفعها ونكرمها ونباركها مع الأرضيين. إليصابات دي تمثل البشر، فالست العذراء مكرمة ومتباركة من الملائكة، من السمائيين ومن الأرضيين. فإحنا في طول شهر كهك عمالين نديها السلام ونديها البركة، ونقول لها: يا ست يا عذراء أنت حاجة كبيرة خالص، إحنا بنباركك ونديك السلام مع السمائيين اللي هو متمثلين في شخص الملاك غبريال، ومع الأرضيين في شخص إليصابات نسيبتك. تنتهي النبوات دي وتتحقق كل الحاجات دي في يوم 29 كياه، تتحقق كل النبوات. ونلاقي طبعا الآية المشهورة في إنجيل متى يقول: وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معه. كده خدنا نظرة سريعة عن أحد شهر كياك، الأناجيل والمزامير بس اللي فيها. طبعا كان ممكن نتكلم عن الرسائل كمان، بس الموضوع ما كانش هيكفي يعني، بس أخدنا فكرة إزاي إن النفس كلها مستنية ربنا يجي يتجسد وتقول له أنا هعمل إيه، وهو يقول لا أنا هعمل إيه. شوفوا الجمال اللي إحنا بنبقى فيه في شهر كياك. وحوالين المفهوم ده زي ما قلنا الإناء الخالص بقى الجميل بتاع سر التجسد، ست العذراء اللي حملت في أحشاء خالق الكل، بنبتدي احنا كمان نديها بركه ونقعد بقى نمجد فيها ونديها بقى يعني بقى تمجيد لوالده الاله دي طول الفتره بتاعت كيه. وزي ما قلنا السوتوكيات مليان بسر التجسد، وبتعرفنا مين هو المتجسد في بطن العذراء وطبيعه شخص السيد المسيح الاله المتجسد. وكمل كمان الصوره دي بالايه؟ بالمدايح اللي عماله تتكلم وتدي بقى في كل الرموز وكل الاوصاف وكل النبوات وكل الحاجات اللي في العهد القديم ازاي اتحققت في العهد الجديد. ففي شهر كياك من خلال الحاجات دي كلها بتدينا صوره جميله وقويه ومتكامله عن سر التجسد، بيها بنبقى فرحانين جدا ونستقبل طفل المزود واحنا ايه شبعانين بقى من كل اللي فات ده كله. ربنا يدينا في كياك ان احنا نبقى يعني مليانين بالحاجات الحلوه دي، ونبقى قاعدين مستنيين ان احنا ناخد بركه المسيح المولود. لو ربنا ادانا عمره كان في مره تانية نكمل كلام عن طقس شهر كياك. تعيشوا كل مره. يا الهنا كل مجد وكرم.